ما معنى اسم شهرزاد في الكثير من الأحيان؟ تسيطر أسماء مشاهير القصص والروايات على تفكير الكثير من الآباء، ويكون قرارهم هو اختيار اسم هذه الشخصية المشهورة ليكون هو اسم الابنة القادمة، ومن هذه الأسماء اسم شهرزاد. ومعنا اليوم سنتعرف على هذا الاسم. هو من الأسماء الأعجمية، وتحديدا اسم فارسي تم اقتباسه من قصص وحكايات ألف ليلة وليلة، وهو اسم البطلة شهرزاد زوجة الملك شهريار. وهو من أسماء العالم التي تخص البنات، ويعني بنت البلد أو الأميرة أو الحاكمة. وهو من الأسماء المركبة من شقين، الشق الأول هو شهر ويرمز إلى المدينة، وزاد أي البنت أو الابنة، ليصبح الاسم ابن المدينة أو ابنة المدينة. والاسم أصله شاهزاد، ويعني مولود الملك. اسم شهرزاد يعتبر من أسماء البنات الطيبة والتي لا يوجد فيها إساءة للدين الإسلامي، كما أنه لا يهين صاحبته، فهو يحمل معنى جميل ورائع ويناسب الكثير من الفتيات. فلذلك يرى علماء الدين الإسلامي أن اسم شهرزاد من الأسماء التي يستحب أن يتم إطلاقه على الأنثى المسلمة بدون خوف أو قلق. شهرزاد فتاة رائعة تحمل قلبا طيبا وتتمتع بحنان ورقة وعطف لا مثيل لهم. هي الفتاة البارة بوالديها وتصل رحمها. تتميز شهرزاد بالتواضع والتسامح وحب الخير وتقديم يد العون لجميع من يحتاجها. أنثى شديدة الثقة بنفسها، تعتز برأيها ولا تتنازل عنه مهما كانت الأسباب. فتاة عنيدة لديها إصرار وعزيمة وتحدي لتخطي جميع الصعوبات لتصل إلى ما كانت تهدف إليه. تحيط نفسها بهالة من الغموض وتكره أن يطلع أحد على أسرارها. لديها عاطفة جياشة وتحب امتلاك كل ما تحبه. شخصيتها قوية تتحمل المسؤولية ويعتمد عليها. شخصيتها مزاجية وتتذبذب بين المرح والضيق والعصبية، فهي متقلبة المزاج. هي فتاة متفائلة تعشق الزهور والورود، وألوانها المفضلة هي ألوان الربيع. هي شخصية عصبية تحب مشاهدة جميع البرامج الرياضية وخاصة برامج كرة القدم.